في عام 2012 أصدرت مع العلامة الراحل هاني فحص رحمه الله بيانا يناصر الثورة السورية ويحذر من التورط في دعم بشار الأسد ووسائل الإعلام التابعة لمحور الممانعة، وصفتكم بوهابية الشيعة. أولا، كيف تعاملتم مع هذه الحملة التي حصلت عليكم، وما هي أسبابها، ولماذا تقفون في صف الشعب السوري ضد بشار الأسد ونظامه؟ يعني هناك أسئلة محرجة لا بمعنى أنها صعبة أو صعب الإجابة، محرجة أنه عندما أنت تقول الحقيقة يوجد هناك دائما من يعتبر هذه الحقيقة خروجا على المألوف وخروجا على السائد وخروجا على العقل. الشعب السوري قام بثورة حقيقية في سوريا، والقول أن ما يجري في سوريا ليس ثورة غير صحيح. إن وسيلة النظام، وسيلة النظام هو أن يحول الثورة إلى اقتتال داخلي في سوريا، وأنا أؤمن أن سوريا لا تختلف بنظامها السياسي عن العراق عندما كان يحكمه صدام حسين، ولا عن ليبيا عندما كان يحكمها معمر القذافي. هناك طغاة يحكمون دول. الوثيقة التي أصدرناها اعتبرنا أنها واجب شرعي وواجب وطني وواجب قومي وعلى كل المستويات، وحتى لا يقال كأنما الشيعة بعقيدتهم هم موالون للنظام السوري أو الإيراني. أو الإيراني، لا، نحن لسنا، نحن شيعة، والشيعة منهم من يوالي النظام السوري ومنهم من يوالي النظام الإيراني، ولكن منهم الكثير الذين لا يوالون هذه الأنظمة، وخاصة النظام السوري الذي قتل حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص في سوريا. كيف تريدني أن أكون إلى جانب بشار الأسد في هذا المجال؟ لا يمكن، لا يمكن للمرء حين يملك دينا وحين يملك ضميرا وحين يملك حرية أن يقف في مواجهة شعب أعرف أنا مدى معاناته، وهذه الحروب الحادثة على أرضه الآن لم تكن لتحدث لولا أن النظام السياسي أرادها أن تحدث وبالتالي أن يفشل هذه الثورة، ولكنني أؤمن أن هذه الثورة ستصل إلى نهايتها، لأنني أؤمن أن حركة التاريخ حتى لو تمت عرقلتها مؤقتا فإنها باتجاه صاعد وليس باتجاه هابط. فاصل ونعود إليكم.